عايز اتكلم شويه عن مباراه المقاولين اللي كانت اول امبارح واللي شفنا فيها تفوق وتالق للاهلي بالتحديد. ممكن الشوط الاول ما كانش الاداء، لان زي ما قال موسيماني كده هو اتفاجئ باسلوب لعب فريق المقاولين، ولهم كل الاحترام والتقدير بخصوص التشكيل او بخصوص الطريقه اللي يلعبوا بيها قدام النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت انا اللي يهمني كواحد مثلا متابع للنادي الاهلي او كواحد من جماهير النادي الاهلي، يهمني ايه بعد النتيجه؟ يهمني اشوف المدرب بتاعي تعامل ازاي في هذه المباراه. كان تغيير ذكي جدا وفرق بشكل ممتاز مع النادي الاهلي لما خرجت مدافع ونزلت ايه مهاجم، وده كان امر مهم جدا جدا جدا. نزلت بواليا مكان ياسر ابراهيم علشان انت مش عايز غير انك تكسب، غير انك تجيب جون، فتشتغل على كده حاجات من بتاعه ايام مستر مانويل، يعني ان انت بتجازف، انت النادي الاهلي انت اسم كبير لازم خلاص تخرج مدافع تلعب بمهاجم. وبعد كده بعد ما حققت هدفك نزلت مدافع وامنت صفوفك ولعبت بالشكل اللي انت بتلعب بيه دايما. لكن في بعض الاحيان الحاجات اللي زي دي بتبقى مطلوبه وبتبين لك قد ايه الراجل اللي قاعد بره ده كوتش مش مدرب. في فرق ما بين هو مدرب بيحط التشكيله وطريقه لعب وخلاص، وما بين كوتش بيقدر يتعامل في الشوط الثاني يعمل ايه، يغير مين، ازاي يقدر يحقق هدفه يجيب جون او ان هو يكسب المباراه. فالحاجات اللي زي دي تبين لك قد ايه انت عندك مدرب مميز عكس كل الناس اللي بتهزر واللي بتقول ان الاهلي ما عندوش مدير فني. ما فيش حاجه اسمها كده طبعا، عندنا مدرب ممتاز بيشتغل بطريقه اكثر من رائعه مع اللاعبين، وعلاقته مميزه جدا باللاعبين بالتحديد في الجانب النفسي، وفي قناعه تامه جدا بيه داخل المنظومه الاهلاويه. ليه لا، هو مدرب بيحقق كل النتائج وبيحقق كل الارقام وبيحقق كل البطولات تقريبا اللي شارك فيها مع النادي الاهلي ما عدا كاس العالم للانديه، يعني هي دي اللي ناقصاها مع الفريق، وبطوله الدوري طبعا لان هو ما كانش حققها، سافه كان فايلر هو اللي حسمها قبل ما يمشي. فانا اتمنى للموسيماني كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، مباريات الدوري او مباراه الدوري المتبقيه قبل كمان نهائي دوري ابطال افريقيا وهي المباراه الاهم امام فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقيا. عندنا لعيبه مميزه جدا، لكن اعتقد ان احنا عرفنا كويس قوي، او البعض اللي كان بيهاجم عمرو السوليه عارف كويس قوي قوي قيمه عمرو السوليه. لعيب مهم ما يقللش اطلاقا من اتنين تقال قوي في نص الملعب زي حمدي فتحي وديانج، الثلاثه بيكملوا بعض لما بيلعبوا مع بعض او اي اتنين منهم بيلعبوا مع بعض بيكونوا ممتازين. لكن السوليه في حته الربط بين الخطوط، في حته انك تضرب المدافعين بكور طوليه بيمتاز بيها السوليه بشكل كبير جدا، فبتفرق مع الاهلي في ماتشات كتير جدا. كان في راحه لعمرو السوليه شويه قد تستمر لمباراه الغد، هنشوف مستر موسيماني هيعمل ايه، لكن هو لعيب مهم جدا جدا في صفوف النادي الاهلي. محمد شريف بيواصل تالقه، سرعات ممتازه، اتصرف بشكل كويس جدا في الهدف الثاني رغم انه كان ممكن يديها لقفشه. عدد كبير من اللعيبه قدموا مباراه مميزه، وخطوه تلو الاخرى انت بتقدر توصل لمكانتك المعروفه ومن خلال حصدك لمختلف النقاط، وكمان قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. كلها امور مهمه نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي.